كيفيه قياس الزاويه الافقيه. زي مثلا انا عندي النقطه المحتله اللي انا واقف عليها بالجهاز دي نقطه A، وعندي نقطه هناك. طبعا النقطه دي هتبقى في الموقع، هنشرحها بشاخص، هنحط شاخص او وتد وهننتهي نرسل عليه. ولكن النقطه اللي هناك في الموقع دي نقطه B، والنقطه الثالثه نقطه C، ودي نقطه A. فانا عايز الزاويه ما بين ضلع AB و AC، عايز الزاويه الافقيه، يعني عايز الزاويه BAC. اول خطوه هنعملها هنبدا نوقع وضع من الاثنين. عندي وضع اسم الوضع المتيامن ووضع اسم الوضع المتياسر. الوضع المتيامن يعني الزاويه الرأسية اللي شرحناها الفيديو اللي فات ده على ايدي اليمين، وطبعا العدسه هتبقى المنظر هيبقى بالمنظر ده عشان ابدا ابص من العدسه العينيه. والوضع المتياسر يعني الدائره الرأسية على ايدي الشمال وهبدا ارسم. طيب لو هنبدا مثلا بالوضع المتياسر هبدا الشغل ازاي؟ اول حاجه هتوقع على نقطه سي بي، وهبدا ارسم عليها الوضع المتياسر. هبدا ارسم عليها اي وضع هتبدا بيه، وليكن هبدا بالوضع المتياسر. طيب ادي الوضع المتياسر، هبدا اضغط على النقطه بي وادور عليها، خلاص لقيت النقطه بي، اقفل الدائره الافقيه والرأسيه وابدا من هنا اصفر الدائره الافقيه. يعني شايفين هنا جايب اقرا؟ لا، انا هدوس 06 مرتين بس. اول حاجه ادي 06 مرتين، تمام. يبقى هنا ادي الجدول بتاعي، البوينت A اللي هي النقطه المحتله، هرصد اول قرايه عند B في الوضع الايه المتياسر. B في الوضع المتياسر كانت الزاويه قراءه الزاويه القراءه الافقيه 0 درجه 0 دقيقه 0 ثانيه اللي هو الهوريزونتال، تمام كده. بعد كده هروح ارصد النقطه C. طب امشي ازاي يا باشمهندس في الجهاز؟ بدل ما اصعبها عليك هقول لك حاجه بسيطه، لازم المنظار يبقى سابق الدائره الرأسيه. يعني همشي كده ولا كده؟ ما انت ممكن تجيب الخارجيه الاول، لو مشيت كده الدائره الرأسيه هتبقى هي اللي بتسبق الايه؟ المنظار. لا، الجهاز بيلف عشان تقيس من الصفر 1 2 3، لازم المنظار هو اللي يسبق الدائره الرأسيه. يعني هتلف كده لحد ما تقع على نقطه C، تبدا تدور على نقطه C و تبص عليها. بس كده جبت نقطة C، تاخد القراءة بتاع الدائرة الأفقية اللي هي 35 درجة 12 دقيقة 30 ثانية. دي الدائرة الأفقية، قراءة الدائرة الأفقية عند سي. يبقى بعد بي صفرت، أجي عند سي جابت لي 35 درجة 12 دقيقة 30 ثانية. أكمل اللفة بتاعتي للزاوية الخارجية، يعني أنا جبت من إيه؟ وادي بي وادي سي، جبت الزاوية دي اللي هي طلعت 35 درجة أو شوية. أكمل بقية الدائرة بتاعتي. خلاص أفك الدائرة وأقوم، بص أنا كنت بادئ من بي ورحت لسي، أكمل اللفة بتاع الجهاز بتاعتي، تلف لحد ما تروح للنقطة الأولى خالص. المفروض هتجيب لي كام؟ أول قراية اللي هي كانت صفر. طبعًا ما ينفعش تجيب لك صفر وصفر وصفر علشان أنت مش كمبيوتر شغال، لازم في نسبة خطأ هتحسبها. أنت مالكش دعوة بنسبة خطأ، أنت كل اللي هتعمله هترصد بي مرة تانية. كل اللي هتعمله هترصد بي مرة تانية. بس فهتجيب لك قرايه عند نقطه بي، يعني بعد ما رحت بي صفرت جبت عند سي جابت لك قرايه، لفيت من بي لسي لفيت بقيه الدايره، رحت عند بي جابت لك 359 درجه 59 دقيقه و 56 ثانيه. ده كله في الوضع الايه؟ المتياسر اللي هي الدايره على ايدك الشمال. طيب بعد كده الوضع المتيامن هتجيبها بالعكس. ازاي بالعكس؟ يعني خلاص انا خلصت الوضع ده، تمام؟ افك الدايرة بتاعتي. الدايرة اللي على ايدي الشمال اجيبها على ايدي الايه؟ اليمين. واعكس المنظار بتاعي وابدا ابص للدايرة واخد القراءة، اظبط عند بي واخد القراءة. طبعا احنا جايبينها بالراجع، فتيجي عند بي بالراجع تاخد القراية، هتديك 180 درجة 0 دقيقة 2 ثانية.
طيب بعد كده جبت بي، اروح لـ سي ازاي؟ اروح لها كده ولا كده؟ نرجع، انا قلت لك لازم المنظار يبقى هو اللي سابق الدايره، يعني نلف كده، لكن لو لفيت كده الدايره هي اللي هتبقى سابقه المنظار. هلف العكس اهو تاني، بلف لحد ما اروح لنقطه سي واظبطها واخد القرايه عند سي اللي هي 215 درجه 12 دقيقه 30 ثانيه. بعد كده هروح لنقطه بي مره ثانيه هتديني 179 درجه وكذا دقيقه وكذا ثانيه. يبقى باختصار انا كل اللي عملته جبت الوضع المتياسر عند اول نقطه اللي هي على شمالي بي، صفرت خدت قرايه عند الصفر، بعدين رحت سي خدت قرايه ثانيه، بعد كده لفيت بقيه الدايره رحت عند بي ثاني خدت قرايه ثالثه، ده في الوضع المتياسر. بعد كده اخد الوضع المتيام واعكس المنظار اخد قرايه بي والف كده اخد قرايه سي، بعد كده اروح لبي مره ثانيه. كده انا خلصت استخدام الجهاز. بعد كده هياخد المتوسطات اللي هو بجمع المتيامن اللي رأيت المتيامن والمتياسر، ولو اقل من 180 يبقى بجمع عليها 180. يعني لو قلت 0 درجة 0 دقيقة 0 ثانية زائد 179 درجة و 59 دقيقة و 58 ثانية مجموعهم اقل من 180 درجة، بدل مجموعهم اقل يبقى زائد 180 درجة، يبقى ده زائد ده زائد 180 على الاثنين، وادي النتيجة اللي هتطلع لك. ده المتوسط. دي طريقة. في طريقة تانية في المتوسط، طبعا لو مجموعهم اقل من 180 هتجمع 180 على الاثنين، ولو مجموعهم اقل لو مجموعهم اكتر يبقى هتطرح 180 منهم. طب في طريقة تانية اسهل برضه، اللي هي ايه؟ اللي هي مثلا ناخدها عند سي، شاف القراية المتياسر 35 12 30، هنا 215 12 30، فانت بتثبت اي قراءة، بتثبت اي قراءة فيهم، وليكن هتثبت قراءة المتيامن، بس لو هتثبت المتيامن هنا بتثبت المتيامن في العمود كله، وليكن هنا هثبت ال 215 بتثبت الدرجات والدقايق، يعني 215 درجة بتنزل و12 دقيقة بتنزل، وتاخد متوسط الثواني هنا وهنا، هنا 30 ثانية وهنا 30 ثانية متوسطهم 30، لكن لو هنا كان 30 ثانية وهنا 32 ثانية متوسطهم يبقى 31 ثانية. يبقى دي طريقه تانية، يبقى اما بثبت قرايات قرايات عمود درجات ودقائق وباخد متوسط الثواني، او الطريقه التانية اللي هو بجمع المتيامن والمتياسر لو اقل من 180 يبقى بجمع عليهم، يبقى ده زائد ده زائد 180 على الاثنين ادتني المتوسط. اي طريقه من الطريقتين دول ينفع تمشي بيها، بس ما ينفعش تمشي بطريقتين في الجدول، يعني تمسك طريقه تعملها من اول الجدول لاخر الجدول. بعد ما جبت المتوسطات بتبدا تجيب الزاويه الافقيه، اللي هي ازاي؟ بتاخد الفرق الزاويه اللي تحت ناقص الزاويه اللي فوق، القرايه مش الزاويه، يعني 215 درجه 12 دقيقه 30 ثانيه ناقص 179 درجه 59 دقيقه و59 ثانيه، القرايه دي ناقص دي هتديك الزاويه الافقيه اللي هي بي اي سي، اللي هي بي اي سي اللي هي كنا جايبينها تقريبا في الاول 35 درجة و12 دقيقة، بس بعد التصحيح بقت 35 درجة و13 دقيقة و31 ثانية. طبعا هي القرايات ممكن دلوقتي ما تبقاش ظابطة معايا علشان السرعة، لكن انت في الموقع بتبقى اكثر جودة. يبقى فرق القراية اللي تحت ناقص اللي فوق هتجيب لك الزاوية. طب افرض يا باشمهندس القراية اللي تحت ناقص اللي فوق، زي ما احنا شايفين كده القراية اللي تحت ناقص اللي فوق طلعت لي بالسالب، اجمع عليها 360 تديني القراية الموجبة. لو طلعت القرايه اللي تحت اصغر من اللي فوق فدي ناقص دي تديني سالب، هجمع عليها 360. طب جبت الزاويه الافقيه، المفروض الزاويه الافقيه الداخليه والخارجيه مش مجموعهم 360، المفروض اجمع دي زي دي تديني 360. لو جمعتهم 360 يبقى خلاص انا خلصت. جمعتهم طلعت 360 درجه 0 دقيقه 2 ثانيه، يعني في خطا ثانيتين زياده، اقسمهم على الزاويتين، ثانيتين يبقى كل زاويه هتاخد ايه؟ ثانيه. طبعا ثانيتين زياده يبقى اطرح، اما هم زياده يبقى دي اطرح منها الثانيه تديني الزاويه بعد التصحيح، والزاويه الافقيه قبل التصحيح ناقص الثانيه زياده تديني الزاويه بعد التصحيح، اجمع الزاويتين هيديني لازم 360 درجه بالظبط و0 دقيقه و0